بالنسبة للشعر الأبيض ما في حل نهائي إنه ما يطلع الشعر الأبيض. إذا كان هو عمر أقل من 40، أحياناً في بعضهم يطلع في 30، أحياناً يطلع في 20. إذا في قل يعني في سن أقل من 40 ويطلع للشعر الأبيض في العشرينات ولا في الثلاثينات، هذا عنده أعتقد نقص معادن أو نقص حاجة معينة تخلي إن الشعر الأبيض يطلع. أما في الأعمار اللي أكبر شيء طبيعي إن الشعر الأبيض فيطلع. ما عندنا وصفة يعني توقف الشعر الأبيض إنه ما يطلع. الشعر الأبيض طالع لك طالع لك، مهما سويت بيطلع لك. ما عندنا حل إلا الصبغات. عندي صبغة طبيعية بإمكان إن الواحد يسويها تستمر تقريبا سنة ما تروح. بعطيكم المكونات. المكونات هي كتم، هذا كتم مطحون تحصلوا عند المحلات مال الأعشاب، أملج هذه الفاكهة بس تكون مجففة، زيت السمسم، زيت القرنفل، زيت إكليل الجبل، شوية حنة وماء مال بصلة. كلهن هذيلا نخلطهن مع بعض. هذا شو يسمونها هذه المجففة، نفس الشيء بعد ما تجف تفرموها. نخلط هذه المكونات كلها مع بعض، بعدين نحطه على اللحية ونحطه على الشعر ونغطيه لين ما يجف كامل. ما مكان رطب ومكان جاف، لا، نحطه كامل وجف من بعده عاد ينشال. يتم هذه الصبغة تقريبا لمدة سنة، يعني بتنفعكم بدون شير لمدة سنة. إذا ما نفعت من أول مرة كرروها زين، حطوا مرة مرتين وبإذن الله بتنفعكم هذه الصبغة بعيد عن الشعر الأبيض. شوفوا الكتم عبارة عن حجر مطحون، تمام؟ بس شوفوا في طريقة ثانية، إذا ما حصلتوا هذا الكتم في طريقة ثانية حق الصبغ. مادة اسمها أنديجو، هي قريبة إلى الحنة. أنديجو مع حنة شوية وزيت سمسم نفس الشيء، تخلطوه وتحطوه على الشعر على اللحية وتصبغ فوق الشعر، يعني مواد طبيعية، تمام؟ عندنا هالوصفتين اللي يصبغ شعره يعني الفترة طول هذه الصبغة، ما يحتاج انكم تصبغوا بهالاشياء الكيماوية اللي تشتروها من برا، سووا هالاشياء الطبيعية افضل لكم واسلم لراسكم واسلم لويلكم مكان اللحية، والله يجملكم يا رب العالمين. دوم.